السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية كالعادة مع أبرز العناوين. مدير أمن ساحل حضرموت يجري لقاءات مكثفة لمعالجة أزمة الغاز المنزلي. تدشين المسابقة القرآنية لمكتب وزارة الأوقاف والإرشاد في ساحل حضرموت. الكتيبة الخاصة تتوج بطلا لبطولة كرة القدم للوحدات العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية. ومن الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. ترأس المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي لقاءات عدة ومكثفة خلال الأسبوع الماضي بتكليف من محافظ حضرموت لمعالجة مشكلة أزمة الغاز المنزلي قرب حلول شهر رمضان المبارك. وبحث العميد مع رئيس لجان الأحياء المجتمعية بالمكلا رشدي باضاوي وأعضاء لجنة الخدمات مشكلة أزمة الغاز واتخاذ الآليات الكفيلة بإنهائها، وتكليف رئيس لجان الأحياء المجتمعية بالجلوس مع مالك شركة دومان للغاز لوضع الحلول العاجلة. ودعا العميد التميمي خلال لقائه في اجتماع منفصل مع وكلاء توزيع الغاز بمديرية المكلا وبحضور ممثل شركة دومان واللجان المجتمعية إلى استشعار معاناة المواطنين وتكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لرفع المعاناة على المواطنين. وخلال اللقاء تعهد مالك شركة دومان بتوفير وتزويد حضرموت بمادة الغاز من شريطة أن يلتزم وكلاء التوزيع ببيع الغاز بسعر موحد للمواطنين بمبلغ 2000 ريال. وأكد العميد التميمي أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى في القيام بمهامها في الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بمصالح المواطنين. كرم الاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت مكتبي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل ووادي وصحراء حضرموت، حيث قام رئيس الاتحاد الدكتور أحمد عوض باجبير بمعية مسؤول العلاقات العامة بالاتحاد عبد المجيد ديان بتكريم المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالساحل الأستاذ هاني عبد الله البيض وتسليمه درعا تذكاريا تقديرا لجهودهم في تسهيل كافة إجراءات ومعاملات الاتحاد خلال الفترة الماضية، وكذلك مساهمتهم في إنجاح الانتخابات الطلابية بجامعة حضرموت. وفي سياق منفصل كرم الاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء الأستاذ عبد الله رمضان باجهام وتسليمه درعا تذكاريا تقديرا لجهودهم في تسهيل كافة الإجراءات والمعاملات المتعلقة بتأسيس الاتحاد العام لطلبة جامعة سيئون. دشن المدير العام لمكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت الشيخ أحمد علي السعدي مسابقة الأوقاف القرآنية للعام الجاري من 15 وحتى 21 من شعبان بمبنى الإدارة العامة لمكتب الوزارة بالمكلا. وتأتي المسابقة برعاية كريمة من محافظ حضرموت وتحت شعار شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وتستهدف المسابقة فئة المصحف كاملا وفئة 15 جزء، حيث تم تخصيص اليوم الأول والثاني للمسابقة للعنصر النسائي فقط، وبلغ عدد المسجلين في المسابقة قرابة 110 حافظ وحافظة لكتاب الله عز وجل. ومن المقرر أن تستمر فعالياتها لمدة أسبوع وفقا للجدول الذي أعد من قبل لجنة المسابقة الممثلة بدائرة الوعظ والإرشاد بالدائرة العامة للأوقاف. وصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لجراحة وقسطرة القلب لدى الأطفال بمركز نبض الحياة، أعماله لليوم الرابع على التوالي ضمن الحملة الثانية، حيث عمل الفريق الطبي السعودي والطاقم المحلي بمركز أمراض القلب الخيرية على إنجاز 4 عمليات قلب مفتوح و11 عملية قسطرة علاجية
هذا ويذكر أن عدد العمليات بلغت منذ انطلاق الحملة 16 عملية قلب مفتوح و64 عملية قسطرة علاجية. دشنت شبكة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية نشاط تشكيل اللجان المجتمعية في مديرية الشحر ضمن برنامج الدعم الطارئ لتحسين سبل المعيشة الزراعية للأسر الأكثر ضعفاً، ويستهدف المشروع 3510 صياد من محافظة حضرموت بهدف تحسين سبل المعيشة للأسر الساحلية الأشد فقراً والتي تعتمد على صيد الأسماك والأحياء البحرية كمصدر دخل، حيث تم تشكيل اللجنة المجتمعية الخاصة بآلية توزيع واختيار المستفيدين الممثلة بالسلطة المحلية بالمديرية والهيئة العامة للمصائد البحر العربي والاتحاد السمكي ورؤساء الجمعيات. ويهدف المشروع الذي يساعد الصيادين إلى عودة الصيادين في مزاولة نشاطهم السمكي. سير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وأتلاف الخير للإغاثة الإنسانية 600 سلة غذائية للأسر المحتاجة في بعض مناطق مديرية دوعن. وأوضح مندوب أتلاف الخير في دوعن أحمد يسلم بالفخر أن السلل الغذائية سيتم توزيعها على بعض المناطق النائية بمديرية دوعن وبالتنسيق مع السلطة المحلية بالمديرية واللجان المجتمعية. وقال بالفخر سنحاول جاهدين استهداف بقية المناطق الأخرى لنضمن وصول المساعدات الغذائية لمستحقيها في كافة مناطق المديرية. ينفذ المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي الأستاذ محمد عوض بن عبادة دورة تدريبية لمدربي برنامج رواد الاختراع لمعلمي محافظة صنعاء بالوادي والصحراء. وبتمويل من منظمة اليونيسف تستمر الدورة من 27 من مارس وحتى 30 من إبريل تحت شعار نتدرب فنبتكر ونبدع، وسيكتسب المتدربون مهارات ومخزون معرفي كبير في مجالات الاختراع والابتكار يستطيعون من خلاله تدريب الطلاب واكتشاف مواهبهم وتوجيه قدراتهم وطاقاتهم نحو البناء والتنمية والإسهام في إنتاج جيل منتج للتكنولوجيا من خلال تبني أفكارهم وتحويلها إلى نماذج اختراعية حقيقية يستفيدون منها مستقبلا ويستثمرونها استثمارا علمي ومالي وتجاري واجتماعي. توج الفريق الرياضي لكرة القدم في الكتيبة الخاصة بكأس بطولة القدم للوحدات العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية على حساب لواء بارشيد بركلات الترجيح التي جرت في ملعب الفقيد برادم بالمكلا ضمن منافسات الأنشطة والفعاليات التي تقيمها المنطقة العسكرية الثانية للوحدات العسكرية بمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضرموت تحت إشراف شعبة التوجيه المعنوي. وحاز فريق الكتيبة الخاصة على لقب البطولة عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي وتسجيله 3 أهداف مقابل هدف للواء بارشيد في ركلات الترجيح. وحصل اللاعب سعيد لرضي من الكتيبة الخاصة على أفضل لاعب في البطولة، فيما حصل اللاعب محمد مسيدي على أفضل هداف، واللاعب علي بوريسا على أفضل حارس، وقد حظي اللاعب محمد باقديم على أفضل لاعب في المباراة. وشهدت المباراة حضور مكتب الشباب والرياضة بالساحل واتحاد كرة القدم بالساحل ولجنة الاحتفالات بالمنطقة العسكرية الثانية. السيدات والسادة، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. أعود وأذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. مدير أمن ساحل حضرموت يجري لقاءات مكثفة لمعالجة أزمة الغاز المنزلي. تدشين المسابقة القرآنية لمكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت. الكتيبة الخاصة تتوج بطلا لبطولة كرة القدم للوحدات العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية.
وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.